بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، خوتنا حفظكم الله ورعاكم، ومرحبا بإخواننا في فيديو نذكر فيه، فيديو متواضع على كل حال، نذكر فيه كيفاش تمونطي ان كوليكتور في ديامتر شوية كبير، لأنه عندنا ريزو شوية كبير، عندنا هذه اون بومب تاع دي ان 60 هذيا. راهم عندنا هنا دو بوم هذوما ابريت، عندنا لابياس، واش عندنا كامل لابياس، عندنا لي راكور كافالي، عندنا البي بي ار 110، عندنا التيفلون ليكيد، التيفلون ليكيد الاصفر ماشي الازرق، الازرق هذاك لانه يخدموا به في الكتي ديامتر، حتى ل 33 حتى ل 2634 بالك حتى ل 33 ممكن، لكن في الجيرو ديامتر تخدم بهذا الاصفر احسن لانه على لا دونسيتي تاعو كبيره. وعلى كل حال انا خدمت بالتيفلون الازرق هذاك، بصح لا باس الحمد لله على كل حال، لكن هذا احسن منه، هذا ما ياكلش بزاف، هذا نتوكلوا على الله عز وجل. هذا شرح يسير لخوتنا المبتدئين اللي ما يعرفوش، كذلك حتى خوتنا لي بروفيسيونال ثاني لا باس، كاش ما ينصحونا كاش نصيحه ماشي مشكل، حنا نتقبلوا من عند خوتنا، وهذا فيديو ابتغينا به الاجر عند الله عز وجل، لعله يكون صدقه جاريه، فهمتوا؟ هذا هو الاساس، انه الانسان يعمل عمل ياكل به الخبز، يبتغي به الفضل عند الله عز وجل، توري حاجه لخوتك تكون صدقة جارية بإذن الله. أي إنسان يعمل يعني يتعلم حاجة، حنا تعلمنا حاجة من عند ناس ونتعلموا الناس واحد آخرين، ومازال نزيدوا نتعلموا، هي رايحة والله أعلم. خوتنا في التزيار تاع الإبريد كاين أمر مهم جدا، لما تركب الآخرين تاعك لي بولون تاعك وكلش لازم تزير هكذا أونيكس، يعني تزير اللي متقابلين ومن بعد تزير هاد الزوج متقابلين. علاش؟ باش يكون لك ليكراسمون تاع الجوا يكون يعني كيف كيف نفس الشيء، ما يكونش يكرازيش من جهه على جهه واحده اخرى. اذا كيخدم اذا زيرنا هذا ثم زيرنا هذا، لابريد راح تكرازي منا، ومن بعد هنا ما يعطيكش الوقت باش تزيرها مليح، تولي ربما تفويتي. اذا السراج يكون هكذا اونيكس، هذه هي زير اكرم جيد. دوكا روح لهذه الجهه، جيد دوكا عاودوا لي من نوع هذا، روح لهذا دير السيرج، ما ديرش كبير ما ديرش كبير، روح زيد لهذا جيد. خوتنا دوك خلاص رانا مونطينا ليبريد، وكنا مونطينا لي راكور هذو، للاسف ما صورناهمش، عادي هذو ما ساهلين، درناهم تيفلون ليكيد وركبناهم، هذو لي ميم نوريد لي، هذا من 50 60 الكارون، الكارون 49، لانه انايا راح نكمل بالخدمه بالكارون 49. والان لا بومب لازم نعرفوا الدخله والخرجه تاعها، لي بومب كامل تقريبا فيهم هذه العلامات، هاي الدخله هذه تنبئك على ان هذه هي الدخله تاعها، وهذه هي الخرجه تاع لا بومب، هذه هي دائما. طيب هكذا نقدروا نزيدوا نركبوا لها السلعه اللي تركب منا والسلعه اللي تركب منا. وفي الحقيقه حنايا عندنا منا دو فان دانترفونسيون، عندنا فانا منا وفانا منا اللي يركبوا، ومن بعد عندنا كلابي اونتي روتور يركب، ومن بعد عندنا لابيس نتاع البي بي اللي تركب. نقدروا نخدموا بلي راكور بي بي ار نورمال في المال، ونقدروا نخدموا بلي راكورينيو، وانا فضلت بالراكورينيو. دوك تشوفوا علاش، لانه علاش لابريد الا جاتك دايره هذه لابريد تركب كيما راهي، داكور، تسمى ما تنجمش تعاود دور لابريد الا ركبت راكورا سودي. ومن بعد اذا كان السيراج ما جاش مع الدروا مع لا بومب تولي ضرك البومبا وتولي تحصل، لذلك نخدموا بالراكورينيو باش نقدروا نتحكموا في السونس تاع البومبا كيما نحبوا، كما راحوا تشوفوا ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله تعالى. خاوتنا كما قلنا في الفيديو السابق انه هذا الفيديو ثاني، قلنا هذه هي الدخله تاع لا بومب، هما هنا يعطونا هنايا اسهم او سهام هنايا تاع الدخول وسهام تاع الخروج، اذا هكذا نعرفوا واش راح نركبوا منه واش راح نركبوا منه. طيب
في الفيديو هذا الثاني يا اخوتي احتجنا هذا ليفان نيكلابي واحتجنا لي راكورينيو في المالو في الفمال ونتوكلوا على الله عز وجل في المونتاج. بون خوتنا الان جينا مونطيو ليفان الى مونطيناهم كيما هكذا راح تلصق لنا في لابريد ولا لصقت لنا لافان في لابريد يولي لاكسي يولي لاكسي ما كاش نقدروش نتبع نستعملوا الفانات تولي لاصقه تولي لافان لاصقه بزاف لهنا ما تنجمش تخدم بها لذلك لازم نعاود نبعدوها بلي مونشون معناتها نركبوا مونشون ونزيدوها مامله هنايا تولي لافان بعيده على لابريد يولي من بعد الانترفونسيون في ليبريد ساهل ولاكسي ليفان ساهل هذا هو. خاوتنا احنا هنا نديرو هاد التيفلونيك كيما هكذا غير في لي طروا بات الاولين ونديرو لتحت داخل نقطة من تحت نقطة من الفوق والسلام ونمشيو لاباط تاعنا نمشيو المبنى هذا. خاوتنا هذا غلطة تخلص مع هذا التيب الصفر هذا التيب الصفر تخلص معاه معناتها إلا غلط ركبت بياسة خلاف راك ما تنجمش تعاود تنحيها خاوتنا الانسان ينتبه مليح مع البرودوي هذا راه برودوي ما تنجمش تعاود تنحيها كيما الزرق. خاوتنا رانا كملنا لابياس اللي تركب من جهة تاع الدخلة هذه هي هذه الدخلة تاع لابومب هذا الكوليكتور هنا دوك يركب فيه لابياس تاع الكوليكتور الموشون كافالي راكور كافالي الدخلة منا دوك رانا مع الخرجة هذيا ركبوا لها لابياس نتاعها نفس الشيء الموشون ميم لون لافانداري وهنا يزيد يركبك لابيون تي روتور ومن بعد لاكورينيون تاع البي بي ار ومن بعد راكور كافالي هذه هي دوك نشوفوها. ها خوتنا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه كملنا الدخلة والخرجة تاع لابومب هذيا. خوتنا شوفوا لاشيت الفيديو مباشرة صرات لي خلعة كبيرة لأنه ركبت لاكورينيو مباشرة في الفانا وأنا عندي كلابي اونتيريتور اللي ركبت صرات غلطة والحمد لله تداركت الوضع لأنه هذا عنده دقيقتين ما يخليكش تفتحه لذلك غلطة تخلص هاني دوك الآن قريب خلصت الحمد لله مع جيت ندير الفيديو الحمد لله تفكرنا وربي يسر إن شاء الله دوك نعاودو المونطيو الكلابي هاوليك خوتنا راح نركبو دوكا الكلابيون تي روتور في عوض نركبو الراكورينيو هذاك لازم ثاني اخي تاخذوا بعين الاعتبار ما تغلطوش في الفريشه هذيا لانه الا ركبتها العكس راح البومبا مستحيل تمشي وهذا باش تعاود تنحيه كارثه لذلك الانسان ينتبه مليح يشوف الفريشه نتاع البومبا تاعو ويتبعها نفسها مع الكلابيون تي روتور ويركب ويتوكل على الله عز وجل. هكذا كملناها بفضل الله سبحانه وتعالى هاي ليك لاشودير تاعنا لابومب تاعنا راهي واجده المضخه راهي كامله هذه الدخله نتاعها فان دانترفونسيون هذه وهذه ومن في نفس الوقت ستون فان دو ريكلاج وهذوما كلابيون تي روتور بعد نديروا عليهم الشرح تاعهم علاه نديروهم وهنايا زوج نتاع لي راكور تاع بي بي ار يجيو فيهم لي راكور كافالي يتسودو في لي بوان في لي كوليكتور هذه هي والفيديو القادم ان شاء الله. خاوتنا حياكم وبياكم وهذا الفيديو الثالث هذا ان شاء الله لي بومب تاعنا راهم راكبين واجدين باش نركبوهم في الكوليكتور دوكا كيف نحسبوا الكوليكتور نحطوا لي بومب تاعنا نشوف انايا لي سباس تكنيك لي كومبيناتهم انا ونشوف بلي هذا اسباس مليح نحسب انايا من لهنا تقريبا شحال كاين هاي ليك من لهنا عندي سيكونت 50 سنتيم حنا نزيدو نديرو مور الكوليكتور مور سيكونت هذيك نزيدو 30 منها 30 منها ونزيدو كيف 30 منها هاي ليك مبازيو على 30 هذي معندها كوليكتور يكون فيه 30 و 30 60 و سيكونت بيناتهم 110 حنا نجيو لهنا للكوليكتور هذا نجيو لهذا اللي راح يولي كوليكتور هذا هذا نطراسيو 110 هكذا خاوتنا نطراسيو هنا 110 هاو شرب رانا قطعنا دوكا تاع 110 قطعناهم دوكا يتنقاو مليح مع هذا الحراشف هذه اللي خرجوها وهم لي بوشون تاع 110 وقبل ما نلحقو نسوديو لي بوشون عندنا طراساج وين راح يركبوا لي راكور كافالي نطراسيوهم مليح لانه منا اللي نقدروا نحكموا لي زاكس تاعنا ب
باش نحطوا لي راكور كافالي نتراسيو لهم ومن بعد نركبوا لي بوش ان شاء الله ونشوفكم في الخدمه تاعها كيما يلزم الحال ان شاء الله. حياكم الله الى فيديو قادم خاوتنا. حياكم الله، هذا الفيديو الرابع اظن طراساج نتاع لي كوليكتور بعد ما قطعنا احنا تي وتتاوعنا. نحتاج كورنيير احسن شيء باش تدير الطراساج تاعك وما تغلطش فيها، يعني يكون بالمليمتر. نسحقوا كورنيير، هذه كورنيير، هذه ها كورنيير تاع حديد، كورنيير تاع حطب، تاع بي في سي، المهم اي كورنيير يساعدنا. نحكموا حنايا نحطوا فوق الكورنيير. كي تحط في الكورنيير هاوليك هاو كي بلاكين يعطيني هنايا ومن بعدها يعطيني خط مستقيم. هذا هو اللي نحتاجه، هذا هو اللي نطلصيوه باذن الله. هكذا راني طراسيت الكوليكتور كامل، طراسيتو، وثاني لازم نقابل له الطراساج نتاعو من تحت. نعاود نحطها في الكورنيير ونطراسيها كيف كيف باذن الله ونبداو الكاروطاج. خوتنا هذا الكوليكتور رانا طراسيناه خلاص، عاود حسبت منه طرونت وحسبت منه طرونت لانه قلنا هذا في 610 ودرنا لي كوليكتور لي بين لي بومب 50، معناتها عندي هنايا وهنايا كاروطاج تاع 50 وهنايا كاروطاج تاع المانو صغير، كاروطاج غير 25 تاع المانو صغير، ومن اللور من اللور كامل عندي فيها غير واحد، هذا نتاع لاريفين تاع لاشوديار، هذا لاريفين تاع لاشوديار، وهنا المانو وهنا لي دو بومب باش يرصاو هنا في هذ الزوج جوايع. وهذا الدوزيام كوليكتور يجيو ثاني كيف كيف نعاودو نطراسيوه، غير نجبدو بالطرونت، الطرونت نهزو على 50 في الوسط. عاود وقف البرامج، طيب هذاك. أمنك الاخرين تاعنا واجدين لي كوليكتور ان شاء الله باذن الله تعالى، ان كان في العمر بقيه ان شاء الله نسدي لهم بعد ديراكو كافالي كملنا لهم لي بوشون تاعهم. أنا مع راكور كافالير الاخر ان شاء الله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانك اذا شئت جعلت الحزن سهلا. هكذا دوكا نبداو ان شاء الله نركبو في لي راكور فيمال وفي لي راكور نيو ومن بعد نمونطيو الكوليكتور تاعنا باذن الله تعالى. لو كان بدون الريكوردي وفيهم أنا كملناه بفضل الله ومنه وكرمه، وهذا توفيق من الله عز وجل ومنا وفضل ليس لنا فيه قدر أنمونا، وإن شاء الله ربي يوفقنا كملوا المونطو الكوليكتور هذاك معاه
ومن بعد نكيلو له ونشوفه كيفاش يركب في الصور. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.